الرحمن الرحيم، أتحدث حول موضوع الشائعات، لأنه في البحرين هذا اليومين الثلاثة كثر الكلام حول هذا الموضوع، انفراجات انفراجات انفراجات. ما هو حقيقة الموضوع؟ ومن يقف خلال وراء هذا الموضوع؟ ومن يساهم في هذا الجو؟ وهل هناك ارتباط تاريخي بما يحدث اليوم مع التاريخ السابق؟ هذا ما سوف أتحدث عنه. أولاً، من يقف وراء هذه الشائعات؟ أقول بشكل واضح، من يقف وراء هذه الشائعات، شائعات الانفراجات، انفراجات إفراج عن المعتقلين، أن هناك سوف يكون فرج قريب وما إلى ذلك، من يقف وراء هذا الموضوع هو نظام آل خليفة. الدليل؟ الدليل أن هناك أحد المعتقلين الذين اعتقلوا في الثورة، هذه مقدمة، اعتقلوا في الثورة واستطاع بقوته وشجاعته أن يتحرر من السجن، وهو الآن هو خارج البحرين. قال لي بأنه في فترة التحقيقات، في مبنى التحقيقات، كان مصمد ونزلت هذه العصابة، نزلت شوي وحاول أن يعدلها وسقطت بالكامل. فشاف أمامه لافتة مكتوب عليها قسم الشائعات. قسم الشائعات، يعني غير هذا الموضوع لا يحتمل بعد تحليل، إذا في وزارة الداخلية في قسم خاص لموضوع الشائعات، قسم يدفعون إليه فلوس وموظفين شغلتهم الشاغل هذا الموضوع. يعني هذا ما يسمى عندك جيش على الأرض، شغب وقوات وقوات الأمن وما إلى ذلك، وعندك جيش بالجيش إلكتروني أو ما يسمى بالحرب الناعمة، النظام يشتغل عليك إهني وإهني. هذا لازم يصير الوعي الموجود عندنا. وما أكد إلي هذا الموضوع، طبعا هذا أنا تكلمت عنه في بث مباشر وهذا تسجيل آخر، أكد إلي أيضا بعد ما سمع أحد الأخوة البث المباشر، أكد إلي أيضا هو نفسه كان معتقل، هذا شخص ثاني، وأيضا شاف نفس اللافتة. فإذا هناك قسم في وزارة الداخلية مسؤول عن إثارة جو الشائعات. إذا عرفنا هذا الموضوع، ننتقل إلى نماذج من تويتر ونماذج من الواتساب عن هذه الشائعات. راح أتكلم أول شيء عن الواتساب وبعدين راح أروح لتويتر. عن الواتساب، نشروا في الواتساب وقالوا بأن هناك خبر عاجل، أذكر لكم النص على السريع. عاجل: الإفراج عن اثنين من قرية بوري وقد صدر عليهم حكم بالمؤبد من قبل طاغي المحكمة. هكذا هو نص الخبر. شوف، عاجل وطاغي المحكمة، يعني كأنما من كتب هذا الموضوع هو يحمل النفس الثوري، في حين أن هذا الخبر كله عار عن الصحة، كله كذب، لا يوجد أحد أفرجه عنه ولا حكم مؤبد ولا هم يحزنون، كذب. ولكن يعطونا نكهة إن اللي كاتبينه هو من مصدر يعني ثوري وكذا، طاغي المحكمة، وكله كذب. هذا الأول. اثنين، قالوا أيضا في الواتساب، نشروا في الواتساب، أفرجوا عن شخص قبل، أفرجوا عن شخص، هذا مو في الواتساب، هذا جو في الجو العام، أفرجوا عن شخص وقالوا بأنه محكوم 40 أو 45 سنة، في حين في حقيقة الأمر هذا الشخص محكوم 3 سنوات، خلص محكوميته وطلع. هذا حجم الموضوع، لا أكثر ولا أقل، ولكن أشاعوا بين الناس ان هذا الشخص محكوم 40 او 45 سنه، وبالتالي افرجوا عنه، وبالتالي كان في جو من الافراجات للمعتقلين في هذه الايام، وهذا غير صحيح، انما هو 3 سنوات وخلص محكوميته. الامر، المسج الثالث، هكذا يقول، هكذا في الواتساب انتشر بشكل كبير. المسج يقول: علي متصل قبل شوي يقول ان هذا النص، علي متصل قبل شوي يقول أن مجيد ميلاد مال جمعية الوفاق صرح أن الحكومة اجتمعت وياهم وأنهم 80% توصلوا إلى حل مع الحكومة وأن بيفرجون عن دفعة أولى خلال هالأسبوعين. المحكومين اللي قريب بيكملون أحكامهم، وأحكامهم بسيطة راح يطلعون، واللي أحكامهم فوق عليهم قضايا تدريب، يعني تدريب سلاح وإلى آخره، رايح يعيدون ليهم الأحكام مرة ثانية، بيخلونهم كم شهر وتالي بيطلعونهم. زين، وضمن هذا المسج يذكر، يعني في ضمن المسج، ان صديقتي تكلمني وتقول ان اخوها ما باقي على حكم شيء، ومتصل يقول اليها ان نقلوه الى مبنى ثاني
وهو يسأل الشرطة ليش ناقلين اللي يقولون إليه بنفتك منكم بنطلعكم من جديد جبناكم هنا. هذا المسج طويل كله كذب في كذب، لا مجيد ميلاد قال ولا اجتمعوا مع مجيد ميلاد ولا قعدوا مع جمعية الوفاق وإنه وصلوا ل 80% ولا هم يحزنون. هذا كله كذب في كذب، كله كذب في كذب. المسج الرابع، الرابع هذا مو من واتساب، الآن راح أذكرهم، اللي راح أذكرهم هذا مو من واتساب، هذا من داخل السجن. طيب هذا كلام الآن من داخل السجن، نماذج من داخل السجن. أحد الأخوان اتصل في أحد المعتقلين داخل السجن، ها شنو عندكم؟ قال أنتو شنو عندكم برا، مو شنو عندنا داخل، احنا نقول عندنا داخل ما في ولا شيء، شنو عندكم برا؟ فقال برا هذا الجو الشائعات الموجود. هذا نموذج من داخل السجن، شوف شلون قاعد يلعبون على داخل السجن الآن، هذا اللعب برا، الحين اللعب داخل. جو إليهم إلى معتقلين آخرين، بعض الضباط جو إلى بعض المعتقلين وقالوا إليهم إن رايح يصير هناك انفراج. إذا مجموعة من المعتقلين ما يدرون بشي، ومجموعة آخرين راحوا إليهم همسوا في أذاينهم إن في راح يصير انفراج. شوف هني ما في وهني في، يعني شنو؟ جو بلبلة، جو بلبلة. بعد من الجو اللي داخل السجن، بعض المعتقلين صرحوا بأن جاءهم وفد قبل أسبوعين وقال إليهم أن أيضا اللي أحكامهم بسيطة بيصير إفراج، واللي أحكامهم كبيرة بيسوون لهم إعادة تأهيل، وعلى أساس أن هذا جزء من الوعود. وبعض الضباط قالوا للمساجين بأن من يقف وراء الإفراج ومتابعة هذا الموضوع، تخيلوا من؟ قالوا لهم بأنه الشيخ محمد صنقور حفظه الله، وهو حقيقة شخصية أكبر من أنه يزج في مثل هذا القضايا أو مثل هذه الأساليب الغير أخلاقية. طبعا هم قلت لكم هم حاولون يخلطون السمن بالعسل، شفتون شلون؟ يعني حتى الشيخ محمد صنقور هذه الشخصية المحترمة والدينية، حاولوا هؤلاء الضباط أن يزجونها في الموضوع وأيضا يخلونها في عند بعض المعتقلين، بالتالي المعتقل ينتقل لمعتقل ومن معتقل لمعتقل وللأهالي برا، وصير الهرج والمرج. الأمر اللي بعده والحادثة اللي بعدها، هناك سيناتور أمريكي زار السجن. هذا السيناتور الأمريكي اللي زار السجن ينقل من بعض المعتقلين أنه أبلغهم أنهم راح يدخلون في تأهيل استعداد للإفراج عنهم لاحقا. طبعا هذا السناتور الأمريكي ما راح يجتمع مع القادة ولا راح يجتمع مع اللي هو القادة في السجن، اللي هم المفترض أن إذا في شيء من هذا القبيل يجتمع معهم، اجتمع مع يعني التقى مع بعض المعتقلين وبالتالي نقل هذا الموضوع، وهو كأنما يساهم في هذه البروباغندا الإعلامية. راح أعلق على هذا الموضوع زيارة السناتور إلى هذا إن شاء الله في نهاية التسجيل. أيضا من المسجات اللي تم تداولها اليوم الصبح على الساعة 10 تقريبا، عاجل، شوفوا عاجل، تم الإفراج عن سجينات البحرين طيبة درويش، أمير القشعمي، فاتن حسين، حميدة جمعة، مدينة علي، منى حبيب، هاجر منصور، نجاح الشيخ، زينب مكي، فوزية ما شاء الله. 10 الساعة 10، شو النتيجة؟ النتيجة أنا أقول لكم شو النتيجة. أم واحدة من هؤلاء المعتقلات تم التواصل وياها، ها شنو الموضوع، صح لو مو صح؟ مسكينة شو قالت؟ تقول أسمع من الناس ما أدري، شوف نفسيتها شلون، تقول أسمع من الناس ما أدري. من هو اللي مطلع هذا الخبر العاجل؟ هو قسم الشائعات الآن. من